أخبار اليوم. قائمة الاتحاد الجمهوري للقوى الاجتماعية التي يشهد لها الجميع بأنها كانت القائمة البيضاء بإرادة الشعب المصري بسمها كده، وهي التي مولت ذاتيا من أعضائها دون أن يطرق بابها مليم واحد لا من الداخل ولا من الخارج، وهي القائمة التي كان عنوانها هو الحصار الإعلامي المحكم، لكنها استطاعت أن تخترقه بالتعامل المباشر مع الشعب المصري، والتي تواصلت معه في كل مكان، وكان اليوم الأول في المكسبات واضح فيه تقدمها على كل الأرض. إلا أنه هذا كله لا يعني بالنسبة لنا ما يمكن أن يعنيه للآخرين، لأننا لسنا باحثين عن سلطة ولا باحثين عن مواقع ولا باحثين عن كناسي، لأنه الحقائق يجب أن تعلن للشعب المصري كي يعرف من هم هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم وحدهم من تعاملوا مع الوطنية المصرية ومن تعاملوا مع الدولة المصرية. وأشكركم على استماعكم لي، لكن أتمنى أن تكونوا من في نقل ما سيعرض عليكم عبر الشاشة دلوقتي من خلال هذه الشخصيات بمواقفها السابقة مع تنظيم الإخوان، والتي تؤكد ارتباطها المباشر بالتنظيم، وتؤكد مواقفها أثناء وجودهم في الحكم ومواقفها المباشرة، ثم الصورة التذكارية التي أخذها كل من الجواز سامح سفيان السامة هيكل معهم باعتبار أنهم رموز للجالية المصرية في الكويت. وأتمنى أن يكون هذه المعلومات وهذه الصور هدية منكم للشعب المصري في هذا اليوم الحاسم في تاريخه وفي دولته الحديثة. دي واحدة بقى عشان تشوفوا هذه الصورة. المؤسسة المصرية جدا رئيس السيد رئيس الجمهورية لما قدم على إعلان السلوك أصدر السيد رئيس الجمهورية تاريخ 22/12 على الجالية المصرية الكويت نوعا ما تأييدا لهذه ممكن نفضل نجيب تاريخ الصفحة بتاعته الجورنال ده؟ وكان صدر يوم السبت. ممكن نجيب بس نصورها احنا كمان، بس عايزين كمان نعمل زوم عليها انه لو شاركها يعني. المصرية إلى أنه السابقة لم تحدث في تاريخ المخابرات المصرية أن يتواطأ رجل كان ينتمي إليه مرة في يوم من الأيام مع جماعة إرهابية تعد محظورة الآن بإرادة الشعب المصري، لأن الشعب المصري هو الذي قام بالثورة. وربما لما نربط ده بالشبكة العنكبوتية التي تتحرك الآن من أجل السيطرة على مصر والسيطرة على القرار في مصر،
في التواصل المباشر مع المال التي يد في يد الولايات المتحده الامريكيه والتي تطالب باعاده التنظيم للحياه السياسيه في مصر باي ثمن، نعلم ما الذي يفعلونه هؤلاء بالامن القومي المصري.